لو الحكاية فيها إن فيتو. عاوزين نعرف مصدر سعادتك في الحياة إيه؟ أنا مصدر سعادتي في الحياة كل ما يهمني هو أولادي. أنا عندي أول 4 أولاد في الثانوي والإعدادي والابتدائي والحضانة، فدول عندما بيكونوا سعداء أنا بيبقى مصدر سعادتي، مش عايز أقول لك. أنا مصدر سعادتي الوحيد في الحياة هي بنتي الوحيدة إسراء، اللي أنا بتمنى إن أشوفها من الجامعة يبقى عندها دي. هي إسراء مجرد النظر ليها بس هي دي قمة السعادة بالنسبة لي. يعني عايش باكل بشرب بتفسح قشطة، يعني حياة جميلة. ده منظر واحدة سعيدة. أنا شخصية بائسة وكئيبة، مفيش أي حاجة في حياتي تستدعي السعادة، مفيش حاجة تستدعي الابتسام. بابا وماما. مصدر سعادتي أمي. مصدر سعادتك في الحياة؟ مصدر سعادتي إن أنا أكون مع الناس، إن أنا أكون في الأماكن الشعبية، إن أنا أكون في الأماكن الأثرية، هاوي البلدي اللي بحبه. في نفس الوقت بحب الاجتماعيات والناس والمشاركه وفي احزانهم وفي افراحهم، بحب العمل الشعبي والعمل السياسي، ده مصدر سعادتي.